الأسير أشرف نوفل، ولد في 7 من شهر نيسان عام 1970، يعود أصله إلى بلدة دير شرف غرب محافظة نابلس، متزوج وله 3 أولاد، وقد توفيت ابنته الكبرى وهو في الأسر. تم اعتقاله في 24 من شهر أيار عام 2001، وحكم عليه بالسجن المؤبد و15 عاماً. إذ تتهمه قوات الاحتلال بمحاولة قتل 13 جندياً إسرائيلياً وانتمائه إلى كتائب شهداء الأقصى. لم تقف ظلمة السجن وظلم السجان في طريقه، بل أكمل ما أراد تحقيقه حينما كان حراً، حيث انطلق إلى مسيرته التعليمية وأنهى تعليمه الثانوي والجامعي في جامعة القدس المفتوحة، وبدأ بإعطاء الأسرى محاضرات في العلوم الاجتماعية وتاريخ القدس، كما وشارك في تأليف عدة كتب منها كتاب حكاية المؤتمر السادس.